مساء الخير مشاهدينا، رمضان كريم. إلى عدن، يا ليت عدن مسير يوم، حيث الإنسان يأخذنا اليوم إلى كريتر، قصة جديدة هي الأخرى تشكل بوابة إنسانية تسلط الضوء على قضايا وحالات بالإمكان الوقوف معها لتقف هي الأخرى على قدميها. في حلقتنا الثامنة من برنامج حيث الإنسان لهذه الليلة نجدد سعادتنا بلقائكم في هذا الشهر المبارك لنعيش معا قصصا إنسانية ونتشارك في جوائز ومسابقات يومية طيلة ليالي الشهر. نعلن في مستهل هذه الحلقة أسماء الفائزين معنا بالحلقة السادسة من برنامج حيث الإنسان، وكان الفائز الأول عبد الكريم خميس علي ناصر عبود من شبوة، الفائز الثاني سليم محمد قائد حميد من محافظة تعز، والفائز الثالث سارة علي مهدي سعد الدين من صنعاء. في هذه الحلقة مشاهدينا ستكون هناك أيضا ثلاث جوائز مالية بانتظاركم، ومقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. مشاهدينا، المشاركة في المسابقة تتم من خلال إرسال رسالة مجانية عبر تطبيق الواتساب برقم الإجابة الصحيحة فقط، ووقت المشاركة في المسابقة متاح لكم يوميا من انتهاء الحلقة وحتى 5 من مساء اليوم التالي. حلقة الأمس شاهدناها معا وكانت حول قصة مدرسة الصفيح في ساكن طبيق، والتي نقلتنا إلى محافظة أبيان وتحديدا إلى قرى ساكن طبيق، حيث توجد مدرسة عمر بن عبد العزيز. إذا كانت الإجابة الصحيحة هي مدرسة عمر بن عبد العزيز، المدرسة التي بنيت بجهود الأهالي وتعرضت لعوامل التعرية وخاصة السيول من وادي بنا، حيث أصبحت في حالة يرثى لها. تابعنا مشاهدين حجم المعاناة التي يعيشها قرابة 300 طالب وطالبة وحاجتها لحلول وترميم وبدائل وتأهيل للمدرسة. القصة كشفت جانب من واقع التعليم في اليمن والحالة المتدهورة التي يشهدها التعليم على مستوى البلاد. هذه الليلة مشاهدينا الكرام سنستعرض أرقام الفائزين بهذه الحلقة، والتي كانت بعنوان مدرسة الصفيح في ساكن طبيق، لكن في نهاية الحلقة، وسنتشارك معكم في قصة جديدة ومسابقة جديدة وسؤال جديد وثلاث جوائز جديدة قيمة كل منها 100,000 ريال. أتمنى لكم الفوز وأهلا بكم. مشاهدينا الأكارم، حيث الإنسان ذهب هذه المرة إلى محافظة عدن وتحديدا إلى كريتر. ثلاث نساء وجدن أنفسهن في معركة غير متكافئة مع الحياة بعد أن أصبحن معيلات لثلاث أسر ضعفت من مسؤوليتهن خصوصا. مشاهدينا، وأن المرأة هي الأكثر تضرر في واقع أشد سوء من ذي قبل. كان التفكير بمشروع صغير يعود عليهن بالخير هدف وغاية، فكان حيث الإنسان حيث اقتضت الحاجة. هنا عدن، المدينة التي كانت المتنفس الحضاري للجزيرة العربية قديما، والمركز الحيوي والتجاري الهام الذي يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. بدت الحياة هذه الأيام تأخذ إيقاعها المختلف ما بين الحركة الدؤوبة وجمود الانتظار، ولسان الحال ما قاله الشاعر لطفي جعفر أمان: طفران ولا بيسة، وبيتي في الخيسة، لا إير كنديشن إلا حمل نيسة، البحر قدامي خايف من الحيسة. هو نضال اليمنيين جميعا بلا استثناء بعد أن أتت الحرب على كل شيء، لمحاولة جاهدة للبحث عن فرصة للعيش ومواجهة المتطلبات الأساسية للحياة اليومية. كان لفريق برنامج حيث الإنسان موعد في أحد أزقة عدن القديمة بمنطقة كريتر مع مجموعة من النساء اللاتي تثقلهن مسؤولية البيت والأطفال دون سند أو معيل في ظل ظروف الحرب الاقتصادية الصعبة نتيجة الحرب الممتدة في طول البلاد وعرضها. اسمي روزة عبد الرقيب، عايشة بمعلة، ولدي اسمه 3 أطفال ومطلقة. أكبر بنت عندي سنة سادس، وأصغر طفل لدي عمره 2 و8 أشهر. اسمي اشتياق محمد أحمد محمد، أرملة، وعندي 4 أطفال،
الكبيرة خلصت ثانوية، واللي بعده أول ثانوي، واللي بعده صف ثامن، والصغيرة ثاني. روز واشتياق وبقية المجموعة لا تنقصهن الرغبة في الكفاح، وإن بدت أصواتهما خجولة وخافتة. لديهن مهارات متعددة منها الخياطة، ويحدوهن الأمل في امتلاك مشغلهن الخاص لتحسين أوضاعهن الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة لأسرهن. أحتاج مشروع صغير لإعارة أسرتي ولكي يتوسع في مصروف أولادي، وإن شاء الله على المدى القريب يكون المشروع هذا أستفيد منه ويستفيد منه أولادي. في موضوع الخياطة أنا أخذت دورة صغيرة وإن شاء الله بكمل، يعني أخذت بعض الملابس خياطة بس بكمل إن شاء الله. تنظر إحداهما للأخرى وكأن ثقلاً كبيراً قد انزاح عن كاهلها أخيراً، وكان الصمت كفيلاً بما تبقى. تم توقيع عقد المحل والفرحة تغمرهن، ثم توجهنا لمعاينة مكان المشغل من أجل استكمال بقية خطوات التجهيز لاحقا. إن قلة ذات اليد لا تعني بالضرورة قلة الحيلة، بل ربما تكون دافعا كبيرا للتغيير، وهذا ما أرادت اشتياق ورفيقاتها تأكيده لنا. بدت المسافة بين ذلك الحلم على بساطته وبين الواقع هي تلك المسافة التي سيقطعنها لرؤية فريق البرنامج. كان الطريق هذه المرة لافتا للانتباه، داعيا للتأمل. انطلقنا معهن لشراء الأساسيات التي لا بد منها لكل مشغل: ماكينات الخياطة اليابانية، أرفف العرض، الطاولات والكراسي، التكييف والمقصات، وبكرات الخيوط. انتقلنا بعد ذلك لسوق الأقمشة، وهناك استقبلتنا التشكيلات الجميلة والمزركشة التي يمتاز بها أهل عدن، وهم المعروفون بالذوق الراقي والحس المرهف. أريد هذا، أشارت بثقة، وتراءت أمامنا الألوان البهيجة: أحمر، أخضر، سماوي، وكل ما يمكن أن يعكس الأمل في غد أفضل. أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. وصلت المواد وكان الفريق يؤدي واجبه بجد ونشاط في عمل اجتمع فيه مكسب الدنيا والآخرة. تشارك الجميع في وضع الأشياء حيث ينبغي أن تكون. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لله لضمير، قد تبقي فينا إذا ما اكتمل المشغل. هاهن يتقاسمن الأمكنة ويتشاركن المستقبل. دارت العجلة وكان صوت مكائن الخياطة بالنسبة لنا إذانا بالراحة لبعض الوقت من أجل البدء في رحلة إنسانية جديدة. حيث الإنسان.
مشاهدينا تابعنا قصة الليلة وكانت من عدن بعنوان كريتر أحلام صغيرة، استعرضت حال ثلاث من النساء المكافحات ككل اليمنيات. تخوض المرأة اليمنية معركة فاقمتها قسوة الحرب والأوضاع الاقتصادية، تمكين المرأة واستقلال الدخل، وقبل هذا التعليم أولا وأخيرا. لم تعش المرأة اليمنية ظروف سوية حتى اللحظة، فامرأة واحدة فقط من أصل اثنتين تستطيع القراءة والكتابة، خصوصا ما فوق 15 عام. تفتقر المرأة اليمنية إلى الرعاية الصحية. تقول المعطيات أن نسبة 65% من النساء يفتقرن إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، وبالنسبة للقطاع الاقتصادي فتشكل النساء أقل من 7% من القوة العاملة. يعمل معظمهن في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. راتب المرأة هو الأدنى، وتفاصيل كثيرة تعكس وضع المرأة اليمنية المتردي لا سبيل لحصره الآن. مشغل خياطة هي لفتة ليست بالكبيرة، لكنها خطوة محمولة على أمل أن تنعش وضع الثلاث النساء وتسندهن لمواجهة الحياة الصعبة ومتطلباتها اليومية الكثيرة. بالتأكيد مشاهدينا الكرام تابعتم معنا تفاصيل القصة حتى تتمكنوا من الإجابة على سؤال الحلقة. وإليكم سؤال الحلقة الثامنة. سؤال الحلقة الثامنة: ما اسم صاحب الأبيات التي وردت في القصة؟ والاختيارات الثلاثة: الاختيار الأول مبارك حسن الخليفة، الاختيار الثاني عبد الله هادي سبيت، الاختيار الثالث لطفي جعفر أمان. أذكر بسؤال الحلقة الثامنة إذن: ما اسم صاحب الأبيات التي وردت في القصة؟ والاختيارات الثلاثة: الاختيار الأول مبارك حسن الخليفة، الاختيار الثاني عبد الله هادي سبيت، الاختيار الثالث لطفي جعفر أمان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا المساء، أرحب بكم مشاهدينا، وهي فقرة إعلان الفائزين بجائزة الحلقة السابعة والتي كانت بعنوان مدرسة الصفح في ساكن طبيق. كان السؤال يقول: ما اسم المدرسة التي بناها أهالي ساكن طبيق؟ وكانت الاختيارات مدرسة أبيان الأساسية الاختيار الأول، الاختيار الثاني مدرسة عمر بن عبد العزيز، والاختيار الثالث مدرسة عمر بن الخطاب. كانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني مدرسة عمر بن عبد العزيز. فقط أود التذكير بأن فريق البرنامج يتواصل يوميا بعد انتهاء الحلقة مع أصحاب الأرقام الفائزة للتعرف على تفاصيلهم وعناوينهم وأسمائهم حتى نتمكن من إرسال الجوائز والمبالغ المالية إليهم. أذكر مشاهدينا الكرام بأن أي حرف أو كلمة مضافة إلى رقم الإجابة لا يتم اعتمادها من قبل نظام استقبال الإجابات، وهو يعمل بشكل آلي ويتم احتساب إجابة خاطئة. فقط ما يتم احتسابه هو إرسال رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3 فقط، تكون هذه هي الطريقة الصحيحة. أذكر بسؤال الحلقة الثامنة من حلقة هذا المساء، والسؤال يقول: ما اسم صاحب الأبيات التي وردت في القصة؟ إذن السؤال يقول: ما اسم صاحب الأبيات التي وردت في القصة؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول مبارك حسن الخليفة، والاختيار الثاني عبد الله هادي سبيت، والاختيار الثالث لطفي جعفر أمان. إذن في هذه اللحظات وصلنا معكم إلى لحظة إعلان الثلاثة الفائزين عن سؤال حلقة الأمس، وسنقوم باختيارهم بشكل عشوائي من مجموع من شارك معنا وأرسل الإجابة الصحيحة. كانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني. إذن كل من أرسل رقم 2 فقط دخل معنا في السحب اليوم على الجوائز الثلاث المالية، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. أذكر فقط أرسلوا رقم الإجابة فقط دون أي إضافات. بسم الله، سنختار الفائز الأول معنا في حلقة اليوم وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. بسم الله. إذن مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 00967772681
8-3. مبروك له 100,000 ريال يمني. إذن هذا هو صاحب الرقم الأول والفائز معنا في هذه الحلقة. الآن سنقوم باختيار الفائز الثاني وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني مقدم من برنامج حيث الإنسان. مبروك لصاحب الرقم 00967730457152. مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 100,000 ريال يمني أيضا. طيب الآن سنختار الفائز الثالث معنا في هذه الحلقة. مبروك إذن لصاحب الرقم 00967743511129. إذن اخترنا الثلاث الفائزين بشكل عشوائي أمامكم مشاهدين الكرام في هذه الفقرة. يوميا نحن معكم في نهاية الحلقة لنختار الثلاث الفائزين وقيمة كل جائزة 100,000 ريال ويتم اختيارهم بشكل عشوائي. وأذكر نحن لا نعرف صاحب الرقم من أي محافظة أو مدينة وما تفاصيل الرقم، لكن في نهاية الحلقة وبعد انتهاء الحلقة نقوم بالتواصل معهم لنتعرف على تفاصيلهم وإطلاعكم على ذلك من باب المصداقية والشفافية. فقط لمن وجه عتب لنا لماذا المسابقة متاحة فقط للأرقام اليمنية، ربما حتى نتمكن وتعم الفائدة أهلنا في اليمن، خصوصا وأن هذا البرنامج هو برنامج إنساني، ربما الهدف منه هو تقديم إلى جانب الفرحة تقديم المساعدة للناس. وبذلك نحن حصرنا المسابقة فقط بالأرقام اليمنية، وأذكر بهذه النقطة لأنه البعض ربما أو الكثير يود المشاركة في المسابقة وما زالوا يرسلوا ويشاركوا معنا، لكن للأسف لا يتم أخذ أرقامهم ومشاركاتهم معنا في القرعة. فقط القرعة متاحة لمن يرسل بشكل صحيح أرقام الإجابة إما 1 أو 2 أو 3، وبالتأكيد هي فقط للأرقام اليمنية وهم من هم في داخل اليمن. شكرا. الآن أذكركم وبالثلاثة الأرقام الفائزة الذين اخترناهم قبل قليل تشاهدونهم معنا على الشاشة. إذن هذه هي الأرقام الثلاثة للفائزين معنا بحلقة اليوم، وكل منهم فاز ب 100,000 ريال يمني، ثلاث جوائز يومية معنا في برنامج حيث الإنسان. إذن مشاهدينا الكرام تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة مع إعلان الفائزين الثلاثة بسؤال حلقة الأمس. سنتواصل معهم للتعرف على تفاصيلهم بعد انتهاء هذه الحلقة. بإمكانكم المشاركة معنا والفوز، وما زال هناك مجال للفوز معنا يوميا بثلاث جوائز مالية قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني، والسؤال بالتأكيد هو من تفاصيل القصة التي تعرض في البرنامج. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. صوم مقبول وذنب مغفور في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.